انا في كاس ندخل مع دوك الشركات ديال الاستثمارات الا تعرف هذوك ديال حتى انا واحد البي سي تخسر ليا فهمتي بغيت نخدم مع دوك الشركات ديال الاستثمارات هذوك ديال بحال ديال الاسهم تسميهم اسهم التداول 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 العملات انا عندي مع السيد التكنولوجي قلت مزيان نخدم مع تداول العملات وهذاك الشيء غيليق ليا مزيان انت انا فكرت ندخل مع دوك الشركات هذا احساس تلبات لي يجري وحق الله فكرت راه كون كان عنده البي سي راه علاش بغي يدير هذا السيد راه السيد راه واعر هذا السيد هذا انا ما دبروا للسيد علاش البي سي خليه يخدم على راسه. السلام عليكم الخوت كي دايرين لاباس عليكم نتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير ومرحبا بكم مع ثاني فيديو جديد ماما الخوت قبل ما نبداو خليو لي شي لايك وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم واللي مازال ما اشترك يشترك القناه ويفعل مع الجرس باش الا كانت شي حاجه جديده توصلك انت الاول. يلا نبداو. مدير ما تضحك يعرف باللي صاحب المصنع جاش كيضحك بحالو ام يا مام اف دبي اف ان فرانس ما تقول لا فريدريك ثانك يو ايو جايين بعدا تحكي عندهم نفس الضحكة هويا كيضحكوا نفس الضحكة هاي لي واش يو كان هانز اوليك جابوا لي الضحك انا هنا وخوكا بغي يسكتو بالضحكة الإخوان الحب في المغرب ما حب ما بيك الله والله العظيم الحب في المغرب الحب في المغرب بحال البوطه الصغيره جوج سيمانات تيسالك حتى شي خدام على المرات كيقول شي حاجه في المحل ديالها هذا الشيء بس زوين تكون عندك شي صاحبتك طويله هذه بنت هذه كتب لي بحال الدريه سلطه بحال الدريه صح ويلي ويلي شنو هو الحدث اللي كان يوم 6 نوفمبر 1975 عيد المسيره هذا ما المسيره الخضراء تفضل جدت الوالده جدت الوالده وقيله جدت الوالده قال لها الوالده عندها جدت في المسيره وقيله زيدت المسيره زيدت المسيره قدي قدك هذه كبر مني هذه كبر منك العمر اذا الجواب خطا هو دا ولا ما عطاش من داك البان كبر مني في العمر انا علاش باقي ما تصاحبتيش حتى لدابا ما عرفتش نتكلم على خاتي انا ما كنعرف نتكلم مع حتى واحد انا البوليس كيشدوني تندوي معاهم كيطلعوني في الصالون حتى دير بحالي هذا ما كنعرفش نتكلم حتى انا مع البنات ماشي دابا هذيك الساعه باش كنت صغير ما دابا وليت كنعرف حتى دابا ما كنعرف كنهضر نهائيا نصيحة اليوم المهم الدراري هذه نصيحة لوجه الله هانتوما شوف شو واحد بغى يشد على تشد لا كارت تطلع ليه من هنا عكسيتي براسك تاكل طق حيز لهم غرفة خرج على التليفون العزاوي صاحبنا سبيطار صاحبنا تي جينا داك الشيء كون جين تبقى تنخضك ياك يرعد لك سميتو تفرق معايا راه بين الله يهديك نستغفر الله تفرق مع السيد واه بنادم تيمشي فوق الخط تيمشي تحت الخط تيمشي واه بحال هاد النوع هذا اللي كتركب معاه عرفتي كتحس بكرشك بغيتي تحطها الربان تيجيك حاجاكم كيبقي يدور من هنا وعاد السوق المعنفج بحال الشكل اللي كيقول هذا دابا الله يكلفناك اليوم شتيتي هذاك التليفون الله يعزي لها شادو مزيان بالله وانت ما شدتوش مزيان لا 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 دا عطيتيه ليا ورانا شادو
المهم انت انا عطيتو ليك مزيان زاوي هذا صافي وا اخويا شوف اخويا جي مبارك عليك مع صله الرحيم ديال بلاوات مراكش يا بلاوات بنت بابيل تحية الناس ديال بابيل تحية الناس ديال مراكش كله بإمكاننا نغيروا حياتنا بإمكاننا نكونوا كوبل زوين وحنا نديروا مشروع ديالنا حتى نبداو ا زيرو دونك بما ان الروح تطلع وتهبط فينا دونك باقي لي سبوا ومازال الحياه قدامنا وانا جومون فو كاريمون على الاراء ديال الناس كيقول لك كبيره عليا جرف عليا داكشي كيتخليش راسي من هادشي كامل انا بغيت حري على واحد الانسان كبيره في العمر صراحه غادي نحترمها قالت راك فانا الطلاق فين هو الطلاق اين هو الطلاق المغاربه راه كيستحمروا فيكم عين بين واش هي كتقول لكم كاين طلاق وغدا ولا بعد غدا كتخرج لكم فلوكات كتاكل ولا ما عرفتش شنو كدير فين هو الطلاق راه قالت لكم فين هو الطلاق كيفاش انت تجوجتي ومازال ما طلقتيش هذيك الاخرى ما فهمتش انا والو الله يطار بلا الفريخ هاد خيتي وحك الله العظيم الله يلار بلا الفريخ بلا الله يلار بلا الفريخ بلا معلق عنده شي حساب مع الحارس كلب يدخل الى ارضية الميدان عزكم الله الكلب يدخل حادثة غريبة جدا كلب ابن كلب اش دخلك ترى هذا ملعب مو مزرعة لا حد يقول لي لا تقول له ابن كلب ابوه شو كلب يعني ابن كلب قاعد اندهر والحارس يلعب مع الكلب كلاب يلعبوا مع بعض عادي خلوهم والان ما حملش يا خويا الحارس المدير هذا حادثه غريبه جدا في كره القدم قلت نعرف دابا اش دخل هذا الكلب هذا للتيران اش جا شي واحد ولا جا دخل الراس ولا ما فهمتش انا شنو طاح علاش برقاق ها انت سوقك شنو طاح واش انت سوقك لا ايوا جاي المرة والله اللي كتخدم شي راجل بالله او ماي جاد كتقول راجلها وراه بحالو تماما نيت شوف انت والله الا بحالو غير هو طويل عليها والله اللي كتسحب في الوراش راجلها